اهلا بيكم. انا النهارده طالع في الظرف الاستثنائي ده عشان بس اقول رسالتين بمناسبه اللي بيحصل في فلسطين. دايما على السوشيال ميديا تلاقي الشخص اللي ما كل ما حد يكتب حاجه يقول لك يعني انتوا هتغيروا حاجه باللي بتكتبوه ده؟ السوشيال ميديا هتغير حاجه في الواقع؟ البوستات واللايفات هتنصروا القضيه بالهاشتاجات؟ اللاعب العالمي رياض محرز كتب تويته دعم لفلسطين. واحد من المتابعين عنده غالبا لا مسلم ولا عربي ساله هو ايه اللي بيحصل في فلسطين؟ رد عليه واحد تاني من المتابعين برضه قال له اللي بيحصل في القدس بالظبط. نتج عن الحوار ده ان اللي كان بيسال وما كانش عارف اي حاجه عن اللي بيحصل في فلسطين بفطرته الانسانيه اعلن دعمه للقضيه الفلسطينيه والمتضامنين زاد واحد. ما نقدرش نعمل حاجه لاهلنا في القدس غير بالكلمه ونشر الوعي عن القضيه، فما تقللش من اي كلمه تقولها او بتشاركها في دعم القضيه الفلسطينيه. لو مش هناخد من الانتفاضه دي غير بس احياء القضيه الفلسطينيه مره ثانيه في قلوبنا وتوريثها للجيل الجديد فده مكسب كبير قوي على فكره. السوشيال ميديا عملت ايه؟ المليارات اللي اتدفعت للتسويق للاحتلال والتطبيع في فتره ترامب كلها، المجهودات اللي اتبذلت للتسابق العربي المخزي للتطبيع مع الكيان المحتل، رجاله اسرائيل في المنطقه كلها، الكلام ده في لحظه واحده الشباب العربي اثبت من جديد انه بصوت الحقيقه رجعت مره ثانيه لفلسطين. بننشر ليه وبنكتب على السوشيال ميديا؟ عشان المواطن الفلسطيني اللي عايش حرب ومعركه ومجبر عليها لما يرجع بيته يفتح يلاقي اخواته في العالم كله متضامنين معاه. لازم نعرف اهلنا في فلسطين وغزه ان احنا شفنا الصواريخ وهي بتقع على بيوتكم. انسانيا حاسين بكل شهيد بيسقط وكل مبنى بيقع. فلوس الناس واعمارهم والسنين اللي ضاعت منهم عشان يبنوا بيت يعيشوا فيه زي كل الناس في لحظه كل ده اتسوى بالارض. لازم نحسس اهلنا في غزه ان احنا العرب النهارده في جنازه كبيره حتى وان كان ضحاياها ماتوا في معركه شرف. تاني السوشيال ميديا اكتب عليها وانشر وعي الناس فلسطين عربيه والكيان الصهيوني كيان محتل. يعقوب you know this is not your house. Yes but if I go you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it someone else is gonna steal it. تاني حاجه عايز اتكلم عنها نفس الشخص ده دايما يطلع يقول لك اصل ضرب الصواريخ بتاعه المقاومه بيدي مبرر لاسرائيل باستخدام العنف. اصل كده المقاومه دي بتضعف الصوره قدام الراي العالمي والمجتمع الدولي. فاكرين في مسيرات العوده اللي كانت في غزه فتره 2018 2019 كان اهل غزه وقتها بيطلعوا يوميا في مسيرات سلميه، وقتها ما استخدمش اي من الفصائل المسلحه اللي موجوده في غزه اي سلاح، بالعكس المسيرات كانت اقصى عنف فيها استخدام الحجاره والهتافات. على النقيض تماما بقى استخدمت وقتها اسرائيل كل اسلحتها وقمعها الوحش، ونتج عن القمع ده اكثر من 300 شهيد فلسطيني واتصاب اكثر من 17000 منهم المئات اللي وصلت اصابتهم لحد العاهه المستديمه. شملت الاصابات دي اكثر من 3000 طفل واكثر من 1000 سيده، غير الاستهداف المباشر للصحفيين والاطقم الطبيه. طب بلاش. تعرف ان في من ذوي الاحتياجات الخاصه استشهدوا في المسيرات ديت؟ طب عندك فكره ان كمان في رضع استشهدوا في المسيرات ديت؟ شوف كل القمع ده اتواجه بحاجات بدائيه لم ينتج عنها مقتل جندي واحد من جنود الاحتلال ولا حتى مدني واحد اتخدش من المستوطنين. قول لي بقى كده المجتمع الدولي وقتها فات بايه ولا وقف ايه؟ قعد في المجتمع الدولي فات بايه لما محمد الدره اتقتل بدم بارد واسرائيل كملت ولا كان حاجه حصل؟ فات بايه لما تم نقل السفاره للقدس؟ حتى عندنا في مصر التعاطف فات بايه لما حصلت مجزره بحر البقر وقتلت اطفال ابرياء ما لهمش اي ذنب؟ اللي اتعلمناه من التاريخ ان اسرائيل ما بتتراجعش غير لما يكون اللي قدامها قوي. هو احنا رجعنا سينا ازاي؟ في النهايه عايز اقول شكرا لكل اهل فلسطين. لا 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 مش عشان انهيتوا اسطوره القبه الحديديه ولا اظهرتوا ضعف جيش الاحتلال وبينتوه على حقيقته. لا احنا طول عمرنا اتعلمنا ان المسجد الاقصى هو اولى القبلتين. فشكرا ان انتوا رجعتوا القبله تاني للمسجد الاقصى.